الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا الصلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. قضية ما هي بصلاة وصيام يركع ويسجد فقط، يركع ويسجد، يقوم الليل ويصوم النهار وقلبه مظلم أسود حقود على المسلمين. هذا الإنسان الذي يكتفي بالفرائض أفضل منه بكثير إذا كان قلبه نظيفا لإخوانه المسلمين.